وهني راسك غادي نغلبوا البرتغاليا بلانا وهني راسك غادي نغلبوا البرتغاليا بنالت رقراقي تيزمم على الخطه اللي جايه هني راسك غادي نغلبوا البرتغاليا بلان رقراقي تيزمم على الخطه اللي جايه هني راسك غادي نغلبوا البرتغاليا بلان رولاندو تيفوح شحال تلمحنه تبعه هني راسك غادي نغلبوا البرتغاليا بلان هني راسك غادي نغلبوا البرتغاليا بلان شحال من مدرب تيهيطر ما مشى حتى خشاها وهني راسك وهني راسك غادي نغلبوا البرتغاليا بلان حلمت الكاس تيشعل المغرب هو اللي دا هني راسك غادي نغلبوا البرتغاليا ديما مغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تحية للجميع، تحية لجميع الإخوة المشتركين المتابعين القناة تاع السي مضاير. واش كيعجبني أنا السي مصطفى هو ديما اللي جاي كيدي باش يقضي واللي مشى تيدي باش يقضي، المهم ما تيخلي حتى شي واحد بلاش، عنده أجر كبير. الله يحفظكم الله يحفظكم. راه اللي جاتي غنى على بلجيكا، غنى على كرواتيا، غنى على كندا. بالفعل اللي غنيت على فاطمو تيمشي. غنى على صبريون. بحال الكيكا هذاك بحال بحال الفاكية هذيك كرواتيا، كندا بحال المناضة، والبرتغال غير هني وراسكم، غير هني وراسكم. غادي نغلبوا البرتغاليه ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. تحيه للمغاربه كاملين، راه نستاهلوا ماشي باش يقولوا باللعب. اقوى دفاع عندنا بعدا في العالم ان شاء الله الرحمن الرحيم هما حنا ان شاء الله، وما كاينش بحالنا، وبحالنا ما كاين شيء، حنا المغاربه بحالنا ما كاين شيء. يا سيدي العاز هو شوف الصراحه والله الا نستحقوا ان هذه الفرحه تستمر. عطي هذه الفرحه ان شاء الله تستمر، وجات مع هذا الخير تاع سيدي ربي. هذا الشتاء الرحمه اقرب نعمه من عند سيدي ربي هي الشتيوه. عرفتي الشتيوه تبارك الله في مراكش اليوم واحد الشتيوه زوينه بزاف، والحمد لله ان شاء الله نهار السبت نتمنوا من الله عز وجل انه الفريق الوطني يزيد يفرح هذا الشعب هذا، لانه محتاج للفرحه والسرور، لانه دازت عليهم واحد المعاناه خصوصا تاع الوباء الجفاف بزاف تاع الحوايج، والحمد لله نتمنوا من هاد الفرحه تستمر. وبسط فرا ضروري تاني ما غادي يجيب لنا شي نويطات ويجيب لنا شي دويسكات تاني، غادي يجيبهم مع تقول سي كيس تكتبهم عاد ما عاد كيتيجي لهم. داكشي تيجي نعم سيدي من النيه ومن الفطره. داكشي نعم سيدي فطري، ماشي داكشي من الصغر نعم سيدي تنحطوا الكلمه وخدها، داكشي معبور العز معبور. دابا هاد القضيه بسطو نعم، دابا الا بغينا نصيفطوك لقطر طاح المطر وعادي يمشي ان شاء الله لقطر، وعادي يمشيو لها. شتي الا داو لنا الكاس صحابنا وحق الله العظيم الا هذيك هي قطر، هذاك هو المطر، هذاك هو الخير كله ان شاء الله الرحمن الرحيم. غير يديو لي الكاس الحمد لله، ونتمنوا من الله خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يسر لي باستو فرا غادي واحد الخديمه، والله الا غادي واحد الخديمه وفي هذا الشتاء وفي هذا المطر رزقناه هو هذا، رزقناه هكا داير. واش نقرب بك باسطو؟ هو كاين واحد مول الموتور بيديني الله يستر عليك، خفت لا نخلي غادي بوحدو. الله ما يبارك لك في الطوموبيل وانا في الموتور. ماشي هكا دابا انا هي خفت تبقى غادي في الشتاء والقطره عندك تنزل معاه هنا ويجيني هر في الخير. الله كريم. السلام عليكم. الله يسر باسطو. ساعه مبروكه. لعبت لي الحال. كيف شفتوا الاخوان القمه نتاع العيش راه صعيبه صراحة. الحمد لله كاين الشتاء، انتم كي كتشوفوا كاين الشتاء كاين المطر الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله ونشكره، لانه اقرب نعمه من عند سيدي ربي هي هذه هي الشتاء، وبلادنا محتاجه للشتاء، ان بالخصوص هنا في المناطق الجنوبيه محتاجين للشتاء بزاف. كما شفتوا بسطوا في المجموعه ديالو غاديين للخدمه وغاديين الشتاء ما كتمنعهمش، لانه كي قلنا طرف طلع الخبز صعيب شي شويه، زائد قلت ليه نوصلك ولا نقرب بك والله ما بغى، قال لك ما نتخلاش على الاصدقاء ديالي خصني نمشي معاهم وخا الشتا ما نفرطش فيهم. تشوفوا الانسان المتواضع، انسان الخالق، انسان اللي عنده مبادئ عنده اخلاق ما كيفرطش في صحابه. والحمد لله الحمد لله على النعمه نتاع هاد الاخوان هادو اللي كنعرفوهم، لانه الصراحه الله عمر هضر الاخ الشعري الله عمر هضر، كنتمنوا ليه التوفيق حتى هو
انه كيدير شي مستملحات حتى هو في تيك توك والانستغرام وهذاك الشيء. الله يسهل عليه، يستاهل حتى هو كل خير، والله يسهل على الجميع، الله يسهل عليه. انا بعدا من جيتي والله الا كنفرح، كنفرح البنادم الا مسك عليه الله، لانه انا ربي كيرزقني على قد نيتي، اقسم بالله الجري سي ربي كيرزقني على قد نيتي. كنبغي الخير، كنتمنى الناس الخير، اللي شتو سواء اللي ما كنهضر معاه سواء اللي كنهضر معاه، الا شتو مسك عليه الله والله الا كنفرح ليه، لانه الا مسك على بنادم الا مسك سي ربي على الانسان راه تهنيتي منه انت وانا وواحد اخر وهذا وهذا بزاف تاع الحوايج. الله يسر الامور، والحمد لله على النعمه نتاع هذا المطر هذا كي كتشوفوا الاخوان، الحمد لله ونشكروه ونتمناو الاخوان الفوز نتاع الفريق الوطني يوم السبت ان شاء الله. والسلام عليكم.